المتعثر والمتلعثم والتائه. مشاهد شكلت ذخيرة لترامب حتى يقصف بها منافسه جو بايدن على مسرح السياسة ويستغل أزماته لبيع رسائل انتخابية في أشهر العام الحرج. هذا العجوز الذي يلامس عامه 82 يشكل حيرة في توصيف سياسته بين من يرى فيه حاكما حكيما وبين من يراه حاكما محكوما. دخل ضاحكا مستبشرا في محطة من حملته الانتخابية فباغته الخبر: سيد الرئيس، لقد قتل 3 من جنودنا وجرح 34 في هجوم على قاعدة لنا على الحدود السورية الأردنية العراقية. تحولت الابتسامات إلى دقيقة صمت، تلاها وعد بالرد على منفذي الهجوم. إيران تتجرأ على قواتنا عبر ميليشياتها بأكثر من 150 هجوما منذ اندلاع الحرب في غزة. الحوثيون يهددون سفوننا وتجارة العالم. ماذا تنتظر يا بايدن للرد؟ هذه الدعوات من كبار المسؤولين الأمريكيين والمتزامنة مع هجوم حاد من دونالد ترامب ومنافسته نيكي هيلي التي اتفقت معه برمي السهام على الرئيس، سلطت الضوء على أن بايدن قد كشف ظهر القوات الأمريكية بسياسته الضعيفة. لكن للمحللين رأي معاكس، يقولون فيه إن ترامب ومن معه يبسطون المعقد ويظلمون حكمة الرجل الذي يتعاطى مع أعقد الملفات في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وإلى حد ما التوتر في بحر الصين ومع الصين بحكمة تمنع انجرار الولايات المتحدة إلى حرب واسعة ستدفع فيها واشنطن ثمنا مضاعفا عن حربي العراق وأفغانستان، وأن قوة أمريكا لا جدال فيها وتحتاج إلى حكيم يدير هذه القوة وليس إلى رئيس انفعالي يتحرك بمنطق القوة. إن كان يحسب لبايدن أنه جنب أمريكا الانخراط في حرب واسعة بحسب المحللين، فإن عليه مآخذ أيضا في سياسته التي سبقت الأزمات حين لم يقرأ مع فريقه المشهد كما ينبغي، وكان بالإمكان تجنب إشعال الحرائق بدل الاحتراق أثناء محاولة إطفائها. وهذا مرده التأرجح في اتخاذ القرارات وضبابية السياسة الأمريكية، بل يذهب البعض إلى وصف تلك السياسة بالساذجة في التعامل مع إيران بتقديم تنازلات وفق مبدأ الترغيب في ملفها النووي ليتبين أن طهران حصدت مكاسب دون أن تتراجع عن سياستها وشروطها. ووصلت النار اليوم إلى البيت الأمريكي بتوترات في ولاية تكساس التي يطمح فريق واسع منها للانفصال وسط أزمة الهجرة غير الشرعية ودخول 10,000 شخص يوميا خلال شهر ديسمبر المنصرم من الحدود التي أمر بايدن بإزالة الأسلاك الشائكة منها متحديا حكومة الولاية. وأيا كانت السياسة والتوجهات وأيا كانت شخصية الرئيس، فإن التاريخ يؤشر إلى إحجام جميع الإدارات في البيت الأبيض عن خوض حروب خلال العام الانتخابي. وثمة من يقول إن ترامب نفسه لو كان مكان بايدن لكان اليوم يرد الانتقادات عنه، وهو من أحصت له وسائل الإعلام هجمات إيرانية عدة في عهده ولم يقم بأكثر مما فعله بايدن حتى اليوم. ولكن ربما الفرق الوحيد أن ترامب يجيد الرقص على رؤوس الأفاعي، وربما كان بالإمكان تحت إدارته تجنب انزلاق الأمور إلى ما هي عليه اليوم.